مولانا أعطيت نعمة الإيمان علينا بإيمان يرسل الإنسان مولانا أعطيت نعمة الإيمان علينا بإيمان يرسل الإنسان أن يبلغ الرحمن شكرنا لذلك في كل زمان شكرنا لذلك في كل زمان مولانا أعطيت نعمة الإيمان يرسل الإنسان مولانا أعطيت نعمة الإيمان علينا بإيمان يرسل الإنسان أن يبلغ آيات يمكن الرحمن شكرنا
Allah.